معنا عبر الهاتف المستشار في الشؤون الأمنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ماجد الصبي. سيد ماجد، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. وبداية، ما تفاصيل إحباط هذه المحاولات لتهريب الكوكايين إلى المملكة والتي ربما تتخفى داخل طرق واستحداث كذلك طرق جديدة؟ هذه الطرق التي استخدمت في هاتين العمليتين هي داخل الأحشاء. نعم أخي العزيز، أمسي عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين. تمكنت ولله الحمد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الكوكايين المخدرة بلغت أكثر من كيلو ونصف كيلو جرام، عثر عليها مخبأة داخل أحشاء مسافرين إلى المملكة. فبعد إجراء عملية التفتيش على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي، استمع المفتش الجمركي من خلال تلبية معايير الانتباه بأحد ركاب الرحلة، وبتفتيشه عثر بداخل أحشائه على 61 كبسولة تحتوي على 855 كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدرة كما ذكرتم. وفي المحاولة الأخرى أيضا تمكن منصبي الهيئة في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 658 جرام من مادة الكوكايين المخدرة، أيضا عثر عليها مخبأة بداخل أحشاء أحد المسافرين عبر الميناء. كيف تواجه المنافذ البرية والبحرية والجوية كذلك هذه المحاولات التي تجهض دائما، البائسة نسميها ربما والغريبة، لإدخال المخدرات للمملكة؟ صحيح أخي الكريم، تهريب المخدرات عبر الأحشاء من الطرق الشائعة والمعروفة لدينا في جميع المنافذ الجمركية، والهيئة تبذل أقصى جهودها لإحكام الرقابة على جميع الواردات وأيضا المسافرين ووسائط النقل لردع وكشف مثل هذه المحاولات. في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بفضل الله هي على جاهزية تامة واستعداد دائم لكشف مثل هذه المحاولات، والهيئة تدرك تماما أن بلادنا مستهدفة في مخدراتها، وبفضل الدعم اللامحدود الذي نحظى به دائما من لدن قيادتنا الرشيدة يدها الله، فإن جميع المنافذ مهيئة ولله الحمد بالتقنيات الأمنية والكوادر البشرية التي تمتع بخبرات وقدرات واسعة في هذا المجال. كما نسعى أخي العزيز دائما إلى توحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة للحد من عمليات التهريب. وإذا سمحت لي أخي الكريم أن أهيب الجميع من خلال منبركم إلى الإسهام في مكافحة التهريب من خلال الرقم المخصص للبلاغات الأمنية في الهيئة 1910، أو من خلال البريد الإلكتروني أيضا 1910@zakya.gov.sa، حيث تتولى الجهة المختصة في الهيئة استقبال هذه البلاغات بسرية تامة وعرض مكافآت أيضا مالية للمبلغين في حال صحة المعلومات المقدمة من قبلهم. شكرا جزيلا لك ماجد الصبي، وأنت المستشار في الشؤون الأمنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.